السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنعمل الصدر كامل. قبل ما ناخد اي مقاسات نرسم دوران الرقبه 8 سنتي، وناخد الكتف الميل 4 سنتي. ده الخط اللي احنا بنشتغل عليه. عندنا المقاسات، الكتف 42، الصدر 92، الوسط 82، العرض 104. أول حاجة الكتف 42، نصه 21. ناخد علامة سقطة الصدر ونفرض 29. في ناس بتقول لي ازاي اقدر احدد؟ انا بقيس من كتفها على الزبون نفسه، بقيس من كتفه لحد نقطة الصدر كام؟ وايد في نقطة الصدر 29. احنا هنتخيل ان هنا حوالين ان ده جسم الصدر اصلا. ده الصدر اللي احنا هنشتغل عليه. ده التخيل، يعني احنا رسمنا ده للتخيل بس. هنقول الصدر مثلا 92 ربعهم كام؟ 23. ربع ال 92 23. ده بيبقى قدام نقطة البنس على طول. طيب نقطة الوسط بقى نحددها، نقول 45، الهرش نقطته 60 سنتي، عندنا الوسط 82 ربعهم 20 ونص، نسيب 2 سنتي بنسة يبقى 22 ونص، الهانش 104 ربعه 26. ان شاء الله يا جماعة نفس الرسمة دي كده. عايز حد ياخد اي مقاس حد يعرفه ويعمل نفس الرسمة دي، عشان ان شاء الله لو عملتوها هنكمل، ما عملتوهاش ما اظنش ان التكملة ليها فايدة، ما دام انتوا بتتفرجوا خلاص ومحدش بينفذ اللي احنا بنعمله. فكل اللي انا عايزه ورقة بكرة زي كده ونعمل اللي احنا عملناه. احنا ما عملناش حاجه خالص غير ان احنا خدنا الخط اللي هنشتغل عليه 8 سم الرقبه، وبعدين عملنا خط ميل ب 4 سم، وبعد كده نص الكتف 21، ربع الصدر، ربع الوسط زائد 2 سم البنسه، ربع الهانش. ما اظنش ان ده محتاج صنعه خالص، يعني حتى التكسيمه لما نيجي نقسمها ممكن تتقسم بالايد عادي على هيئه شكل الجسم عادي. يبقى في حاجتين احنا ما عملناش، هو كده يعتبر اللي احنا رسمناها دي كده، ده البطرون او الصدر كامل، ما عدا حاجتين الرقبه والكم. انا مش هرسم الرقبه خالص وهقول ليه مش هرسمها، لكن هرسم الكم. الكم بينزل زي خط مستقيم كده، وباخده 2 سنتي، باخده سنتي ونص كم. طب بنزل بيه قد ايه بقى؟ بنزل بيه تقريبا نص الدراع، يعني لو قلنا الدراع دورانه 38 سنتي يبقى انا بنزل حوالي 19 سنتي لو الجسم مظبوط. طب افرض صدرها مليان قوي، بقلل السقطه عشان ما تنزلش الجامد مني فتبقى تحت الباط، يبقى انا كده هنزل 19 سنتي وعلى، يبقى هنزل الدوران ادخل بيه سنتي ونص والف بالايه؟ بدوران الكم. طيب نزلنا قد ايه؟ نزلنا نص دوران الكم، يعني لو قلنا دوران الكم 38 يبقى احنا نزلنا كام؟ 19. كده الصدر كامل. احنا هنقول البنسة 2 سنتي، ناخد سنتي من نقطة من هنا ونقطة من هنا، مساحتهم كام؟ 2 سنتي، نروح موصلينها في نقطة الصدر وبالنقطة اللي تحتهم. وعموما البنسة اصلا طولها ما يزيدش عن 25 سنتي. طب رسمها حتى لو انا رسمته غلط ما تفرقش معايا، لان بقى الحته دي انا ما بشيلهاش من القماش، دي انا بعملها بنسة. فالمهاره في اللي بيعمل البنسة على المتر، سواء عملها 2 سنتي او عملها 3 سنتي او بوظها خالص، فمفروض ان الرسمه بتاعتها دي ولا ليس لها، ملهاش اي قيمه خالص. القيمه اللي هيقفلها على المكنه هيقفلها صح ولا هيقفلها غلط. وكده يعتبر بطول الصدر خلص نهائي، مفيش فيه غير حاجة واحدة بس اللي هو دوران الرقبة، قلت مش هعمله.
ليه مش هعمل دوران الرقبة؟ لان ده البطرون الاساسي كده اللي بيطلع عليه اي موديل اي شكل موديل. نيجي هنا بقى لدوران الرقبة، ليه ما عملناهوش؟ الرقبة تتعمل على اي شكل موديل، وهو ده اللي بيختلف من موديل لموديل. يعني مثلا ده خط النص بتاعنا، عايز اعمل سابرينا، بعمل سابرينا كبير وبرضو بقيسها على الزبون وعمل السابرينا. عايز مثلا اعمل تشيرت، بنزلها دوران. عايز اعمل شميز، بنزلها على حرف ر. عايز اعمل قب، القب بقى لو قلنا احنا نقطة الصدر هنا يبقى كل ده الصدر، يعني كل الدائرة دي هي الصدر. ما ينفعش النقطة دي اروح اعمل عليها قب، لا، يعني انا المفروض ان انا اعمل القب على الصدر نفسه، وبيبقى مسافة 10 سنتي من البنس او من نقطة الصدر او بيسموها راس الهند، ماشي. فوق منها 10 سنتي بعمل القب. عندي القب شكلين، في ناس تعمل القب عادل بيبقى واصل لحد تحت الباط، وفي ناس ثانية بتعمله على شكل قلب زي السنتيال كده، وبيطلع طبعا في الناحية التانية شكل قلب لو احنا كملناه. طيب هل القب ده بيفضل زي ما هو كده؟ القب دوت لو اتعمل يبقى في مشكلة، لو اتلبس فيه يسقط من جسم الزبون. طب ايه اللي يخليه يمسك البنسة اللي فوق الستر؟ البنسة دي لما بتتقفل الصدر بيبقى متحمل عليه القماش، يعني بقى ضيق من فوق وضيق من تحت لكن واسع من عند الصدر، فيبقى متحمل، فلازم يبقى في بنسة فوق ولازم يبقى في بنسة تحت لو هنعمل القفل. دي نقطة الصدر أصلا، فالبنسة بتبقى فوق والبنسة بتبقى إيه؟ والبنسة بتبقى تحت. طيب ليه أنا رسمت الدايرة؟ عشان أنا ممكن ما أعملش البنسة دي خالص، أعمل بنسة من الجنب بس يكون اتجاهها فين؟ اتجاهها الدايرة، يعني نقطتها، يعني مفيش واحد يجي يعمل لي بنسة مثلا كده بره الصدر خالص، أو واحد يجي يعمل لي صدر بنسة هنا، لا، البنسة يبقى اتجاهها اتجاه الدايرة. في ناس بتعمل البنسة من قدام على هيئة الكشكشة، فبتخلي تعمل بنسة، تعمل قصة من قدام وتعمل البنسة من قدام من هنا، بس برضه اتجاهها إيه؟ نقطة الإيه؟ الصدر. فأنا أقدر أعمل أي بنسة من أي اتجاه ويكون نهايتها نقطة الصدر، ويفضل في القب إنها تبقى من فوق عشان تبقى محملة على الصدر. طيب ليه انا لما عملت الخط الطولي ده، ليه لما عملت الخط الطولي ده ما عملتهوش من اول القماش، من اول الورقه؟ انا سبته عشان اشرح حاجه ثانيه. اي حاجه، اي موديل، طبعا احنا مش بنرسم موديل لقب، ولا بنرسم سابرينا، ولا بنرسم دوران، احنا بندي الاساسيات بس. فاذا اي صدر بيتعمل هو كتف، رقبه، كتف، مقاس صدر، مقاس وسط، مقاس هانج. الارتفاعات بتاعتهم ارتفاع الصدر، ارتفاع الوسط، ارتفاع الهانج، هو ده البطرون. مدوران الكم قلنا بندخل بيه سنتي وننزل بيه، قد ايه النزله بتاعته؟ تقريبا نص الكم، بتقل او تزيد على حسب رفع، لو كل ما تتخن كل ما تقل، كل ما ترفع كل ما ايه؟ الزبون ينزل تاني. دي كده البطرون الاساسي. طب ليه احنا عملنا الخط ده ما عملناهوش من اول ورقه؟ علشان اي موديل ليه زراير نروح طالعين بيه سنتي ونص بره. وطبعا رسمنا المربع ده قبل كده في حلقه. اي حاجه ليها زراير بنطلع لها سنتي ونص، بلوزه، جاكيت، اي حاجه ليها زراير بنطلع لها سنتي ونص. والحته دي ممكن كمان ان انا اعمل منها الريفير، الريفير بتاع جاكيت البدله. ريفير جاكيت البدله ده هيبقى ليه حلقه لوحده، فمش عايز نشرحه دلوقتي خالص. المهم ان احنا بس نعرف ايه الاساسيات، ودي بكره ان شاء الله، لو ان شاء الله لو اتجاوبتوا معايا وصورتوها وعملتوها على ورق وصورتوها ورتواني ان شاء الله نكمل. ما صورتوهاش اظن ان احنا كده برضه تكون برضه استفدنا ان شاء الله. يبقى مراجعه بسيطه على البطولة.